الكبار، مش الكبار سنا ولكن اقصد الكبار في فريق كرة القدم وسنا طبعا، الكابتن وليد سليمان، حسام عاشور، شريف اكرامي، احمد فتحي، مظبوط. هيبقى ايه نظامهم خلال الفترة الجاية؟ دائما هو النادي الرباعي دايما ده بيبقى ليه يعني نظام. شريف ووليد وحسام وفتحي، يعني تقصد ملف التجديد؟ يعني ملف التجديد يمكن احنا ما فتحناهوش الفترة اللي فاتت لأسباب متغيرة، سواء كانت ضغط المباراة أو يعني أشياء ممكن تكون بره الكرة في الفترة في دي أو بره الفترة اللي الفريق. فاتت. لكن الملف ده هيتفتح قريب إن شاء الله الرحمن. هم قدامهم قد إيه؟ كام سنة؟ ده ممكن سنة، هي آخر سنة السنة دي، آخر سنة السنة دي. آخر سنة أنت عايز السنة دي. تخلص الموضوع من بدري وتشوف الدنيا هتبقى ماشية الملف إزاي؟ ده هيتفتح ان شاء الله الرحمن قريب. هم كمان يعني انا قلت قبل كده وباكد، يعني حسام عاشور واحد من بعد 2001، كل البطولات الافريقيه اللي بعد 2001 حسام عاشور مشارك فيها حسام. كلها ما شاء الله، يعني سواء كانت سواء كانت دوري الابطال او السوبر او الكونفدرالية كمان. الكونفدراليه. احمد فتحي له دور كبير جدا مع المنتخب ومع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه والبطولات المحليه. يعني وليد سليمان له دور كبير جدا في اخر بطوله تحديدا، يعني خد معانا 2012 وخد معانا 2013 السوبر، 2013 السوبر، 2014 والكونفدراليه. لكن بطوله 2013 لو هتتسمى باسم حد ممكن يبقى وليد سليمان وليد سليمان، يتصدرها طبعا. بطولة وليد سليمان طبعا يعني شريف اكرامي واحد من الناس اللي هي برضه عندها خبرات عاليه جدا جدا معانا، وكان له دور كبير قوي محلي وافريقي في مباريات كتيره وفي وقت كتير كان صعب، ما كانش سهل. يعني يكفي ان انت مثلا في بطوله 2012 2013 ديت، يعني احنا ما كناش بنلعب دوري اصلا، فكانت اللعيبه الكبيره ديت ما كانش لها دور بس في الملعب يا كابتن اسامه، دي كان صح. لها دور بره الملعب كمان. وانا دايما بقول ان اللعيبه الكبيره دي العكاز بتاع مدير الكوره، يعني مهم قوي ان انت يبقى في تواصل مهم قوي معاهم. كتر الكلام بتاع المسؤول مع اللعيبه ممكن يبقى في زهق، صح. في اوقات لازم تستخدم اللعيبه الكبيره، يعني لازم النواب بتوعك يعني. طبعا لان هم دول اللي ممكن يبقى كلامهم في بعض الاوقات. على فكره ممكن الناس تقول الكلام ده غريب، لكن هو ده يعني مفهوم مهم قوي وبرضه تربينا عليه، ان في بعض الاوقات كلام اللعيب بيبقى مؤثر جدا مع اللعيب اللي زيه. لو لعيب كبير بيبقى مؤثر جدا جدا معاه. طبعا في بعض الاوقات انت بتبقى مش عايز تقول حاجه معينه اوكي يقولها اللعيب الكبير. داخل الملعب بتبقى محتاج قائد واثنين وثلاثه، الشخصيات هويه الفرقه اللي موجوده بيتحكم فيها الليدر بتاع الملعب، او مش شرط يكون كابتن الفرقه على فكره، مش بالضروره كابتن طبعا. الفرقه، لكن ممكن يبقى سنه صغير بس شخصيته تناسب النادي الاهلي.